السلام عليكم خامس، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طبعا إن شاء الله تكونوا أنتم محضرين حالكم كتير منيح للامتحان. امتحاننا كتير سهل، بس اللي بده متابعة وبده دراسة وبده دائما تتبع معي فيديوهاتي، لأنه كل إشي بالفيديو بحكيه بكون عارفة أنا شو بحكي، أو بكون عارفة أنه هذا الإشي مهم عشانك وعشان امتحانك وعشان دراستك. فالمطلوب منك تتابع الفيديوهات، تنقل اللي أنا بكتبه، وبس هذا كل شيء مطلوب منك. الواجبات كتير خفيفة، أنا ما بعطيك واجبات تقريبا عشان أنا يكون كل شيء مني من لساني ما أخده ومن كتابتي ومن فيديوهاتي. ما بدي إشي منك غير إنك تركز فقط لا غير. هلأ امتحان راح يكون يوم الاثنين إن شاء الله، واليوم راح تكون حصتنا عن أول two pages، أول صفحتين في our unit، في unit 4 في الworkbook. So open your workbook with me page 21. افتح كتابك معي على صفحة 21. عندك سؤال A في صفحة 21، read, change and write، يعني اقرأ، change يعني غير، and write يعني اكتب. I took a picture with the grass. طيب طلع هاي الجملة، هاي is an example، مثال محلول، يعني في اشي اسمه بالدنيا انا اخذت صورة عن طريق الجراس بالعشب. جراس يعني عشب، أكيد خاطئة. فالجملة الصحيحة هي راح تكون I took a picture with the camera. إحنا بالكاميرا بنلتقط الصور، صح؟ تمام. هلأ عندك sentence number two، صحيحة هي عمر is taller than Sammy. هاي صحيحة؟ لا، لما ترجع على الدرس بتلاقي إنه عمر شماله is shorter than Sammy. هم حاط مسهلين عليك السؤال بأنهم حاطين لك خط تحت الكلمة اللي بدك تغيرها، وحاطين لك هون الكلمات اللي ممكن تستخدمهم. تمام. عندك number three، when I went fishing. fishing يعني ذهاب للصيد، fishing يعني الصيد. لعندما ذهبت للصيد with my grandpa. grandpa شو يعني grandpa يا خامس؟ يعني جدي. and dad وأبي. I was the oldest. مع جده أبوه، ممكن يكون هو أكبر واحد فيهم، أكبر من أبوه وجده. إذن الجملة هاي خاطئة، بدل oldest راح أحط youngest. ما في مكان أعيد الجملة كاملة، فبس بكتب الكلمة الخاطئة بحط مكانها الكلمة الصحيحة، بحط X على oldest وتصبح youngest. تمام، تصبح youngest. أنا أصغر واحد أكيد لأنه مع أبوه جده، إذن هو أكيد أصغر من أباه وجده. I was angry. angry يعني غاضب، أنا كنت غاضب. when I caught my first fish، عندما caught التقط أو اصطد، التقطت اللي هي ماضي catch، هاي verb 2 ماضي catch. caught اصطدت سمكتي الأولى. الواحد بيكون زعلان أول ما يصيد، ما يعمل أول إنجاز في حياته، لما يكون عامل أول مرة في حياته بدأ بصيد إشي أكيد راح يكون very happy. طيب شو الكلمة اللي معناها هون very happy؟ اللي هي glad، اللي هي نفس معنى very happy. كلمة اللي معناها سعيد جدا هي glad أو سعيد. glad، إذا بدل angry بنحط هون glad، نحط X على كلمة angry. طيب number five، Judy is shorter than Sarah. بتصير Judy is taller than. ليش حطينا taller than مش tallest؟ لأني عم بقارن شخص بشخص. taller than Sarah. ننتبه إنه الأسماء تبدأ بكابيتال لتر. ريم and Judy. ريم وجودي had a picnic on the camera. يعني طلعوا رحلة على الكاميرا. لا أكيد على بدل الكاميرا بنحط grass على العشب. هون السؤال very easy، يعني قد ما هو سهل مش عارف، يعني ممكن تحكي انه مش مهم حتى. write the answer. why didn't you clean your room؟ لماذا لم تنظف غرفتك؟ الجواب الصحيح هيكون I forget ولا it sure does.
اي فورجيت، ليش ما نظفها؟ لانه نسي. يا خربطنا. اي فورجوت. Number two, wow, that roller coaster goes fast. Roller coaster, this is a roller coaster, goes fast. It sure does. هو بالطبع كذلك. It refers to the roller coaster. Sure, بالتأكيد does كذلك أو يفعل هذا كذلك. Now let's go to the next page. It's very, very important. See, write what comes first. Choose from the sentences below. برضو كتير سهل زي السؤال اللي قبله بس معكوس. I forgot بنعطيها جملة Oh no, I didn't clean my room. ولا Does that ice cream look good? أكيد هاي. Oh no, I didn't clean my room. I forgot. هون بنحط عندها number one. أنت مطلوب منك تنقل هاي عند الفراغ الأول، وعندك الثانية it sure does. شو هي؟ إنه does that ice cream، هل هذه الآيس كريم look good، شكلها جميل أو شكلها جيد. it sure does، هي بالطبع كذلك. إذا هاي number two بتحطها بالفراغ تبعها. question D هو اللي بدك تركز عليه كتير منيح. عندك a verb بحكي لك solve and write، حل واكتب. use the words from exercise A، استخدم كلمات من الاكسرسايز A. نرجع اكسرسايز A وفي عليه الكثير من الكلمات، من هدول الكلمات راح تعبي الفراغات عندنا. عندنا number one اشي معناه very young child، لما يكون الطفل كتير صغير شو بنسميه؟ baby. إذن what's the meaning of baby؟ very young child. تمام، هيك ممكن يجيك السؤال what's the meaning of مثلا very young child، baby or man or cousin. انت بتحط دائرة على baby مثلا. happy، هس حكيناها happy or joyful. شو الكلمة اللي معناها happy or joyful؟ يعني سعيد، اللي هي glad. هلا حكيناها بالسؤال اللي قبله. to go away يعني يبتعد. شو هي الكلمة اللي معناها to go away؟ موجود معناها الكلمات اللي هي leave، يغادر أو يبتعد. the child of your uncle or aunt، الطفل يعني ابن عمك أو عمتك. شو بنسميه بالإنجليش؟ شو حكينا معناها ابن عمك أو ابن عمة؟ اللي هو cousin. sorry، ابن عمك أو ابن خالك. شو بنسميه؟ cousin. something that takes pictures، شو الاشي اللي بياخد صور؟ معقول grass بيلتقط فيه صور زي ما حكى قبل شوي السؤال؟ اكيد لا. ليش اللي نلتقط فيه الصور هو كاميرا. اذا بيجي بالامتحان بيجي بحكي لك something that takes pictures، كاميرا or baby or cousin أو مثلاً شو بدي أحكي لك كمان، أو أي إشي مثلاً ممكن داد. شو الجواب الصحيح؟ حط لي دائرة أو رح تختار إجابة الكاميرا. يعني السؤال جداً سهل، اللي فاهم يكون كثير سهل السؤال. It's green and found in a garden، شو الإشي الأخضر وبنوجده بالحديقة؟ بدها تفكير؟ أكيد لا. It's grass، yeah، العشب. The opposite of shorter، عكس shorter taller، عكس الأقصر من اللي هي أطول من taller. The opposite of oldest، oldest يعني هنا بالأكبر سنا، أكبر سنا هو عكسها youngest، youngest. وآخر واحدة عندك bringing food to an outside، يعني إحضار الطعام إلى الخارج، place إلى مكان خارج، بالخارج يعني البيت. and eating together، شو بنسمي هذا الإشي؟ بناكله مع بعض. هذا الإشي بنسميه picnic. شو يعني picnic يا خامس؟ picnic يعني رحلة. هيك بنكون أنهينا أول صفحتين وأنهينا حصتنا لليوم. كتير سهلة، وأتمنى لكم دراسة
سعيدة ويكون الامتحان سهل وبسيط عليكم والمادة تكون سهلة وبسيطة إن شاء الله. أنا حاولت قد ما قدرت إني أسهل عليكم المادة وأشرحها بأسهل الطرق. يعطيكم ألف عافية وبتمنى منكم التركيز والله يوفقكم كلياتكم، وبتمنى إنه الكل يجيب فول مارك، هذا أسعد إشي بالنسبة لي. يعطيكم ألف عافية.